مبروك لرجال التونس، مبروك للمنتخب التونسي، مبروك للشعب التونسي الفوز على نيجيريا. نيجيريا البعبع والعو اللي لعب في وش منتخب مصر البخت من ايام في دور المجموعات، النهاردة قدر المنتخب التونسي يروضه. تقول لي ناقص، تقول لي كامل، المهم المنتخب التونسي وصل لدور الثمانية، مباراة فاز فيها يوسف المسكني على المنتخب النيجيري. لاعب بقيمة يوسف المسكني بخبراته قدر ينهي المباراة بهدف وسبب طرد ليوبوي لاعب بالمنتخب النيجيري ويلعب نيجيريا 10 لاعبين. محاولات كتيرة ويمين وشمال وفوق العرضة وتحت العرضة وبين القائمين واللعيبة تصد والمدافعين يطلعوا برا، ولكن المهم والحصيلة في ظل الظروف اللي كانت صعبة ولو احنا فيها كنا اتكلمنا كتير، لكن يحسب للمنتخب التونسي ورجالته ان هما كانوا على قد المسؤولية. يا ريت لعبتنا تشوفوا الروح والاصرار اللي كان بيلعب به المنتخب التونسي النهاردة. مش هسمي لك حد من اللعيبة، لكن انا هكلمك على 3 لعيبة بس، يوسف المسكني ونعيم السليتي ودراجر. عارفين دراجر؟ لاعب يعني بروح قلب اسد زي ما بنقول. هنفتقد بقى احنا اللعيبة دي في منتخبنا احنا، وانا اسف ان انا بقارن بين المنتخبين. احنا فرحانين للشعب وللمنتخب التونسي فرحة كبيرة، كلنا عرب كلنا اخوات، ومبروك لتونس مليون مرة. اللي قاعد بتفرج على الماتش يعرف قيمة المنتخب التونسي بالمعاناة اللي بيعانيها في الظلم في البداية في دور المجموعات، كمان الملعب اللي بيلعب عليه وقربه من الحدود النيجيرية وكأنك بتلعب وسط ملعب نيجيريا، التحكيم ومش هنتكلم عن التحكيم، حاجات كتيرة، إصابات، كورونا، وغياب منذر كبير المدرب، ولكن يحسب ليهم روحهم العالية. احنا نفسنا بقى نشوف الروح دي مع المنتخب المصري، وما كنا بنتكلم دايما على منتخب مصر عايزين الحافز، وزي ما بقول سيبك من المدرب سيبك من اي حاجة، روح اللعبة هي اللي هتفرق. عندك اصرار تصعد وتكسب اكسب. صدقني في لعبة بتنزل بتنسى التعليمات، في لعبة بتنزل بروحها بتعمل الفارق، وشفت يوسف المسكني النهاردة كرة واحدة قتل المباراة. نتمنى نشوف الروح اللي شفناها النهاردة مع المنتخب المصري، ونبارك لمصر والمغرب ويبقوا الثلاثة في دور الثمانية بإذن الله. مليون مبروك للشعب التونسي، مليون مبروك للجماهير التونسية. سلام.